السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك ايه يا عادل، انت لازم تنزل وتروح للترز تجيب منه الفستان الاسود بتاعي، بقاله جمعتين واخده، وبعدين 40 فردوس الله يرحمه بعد جمعة. حاضر يا ماما، بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون. ازيك يا رانيا؟ عادل عايزك في موضوع. حاضر، نمرته موجودة هنا يا ماما الترزي؟ مين؟ جمعة الترزي؟ موجودة هنا، شوفها عندك. سيب الاندكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبة انا واقعة فيها. عادل ثانية واحدة بس، مصيبة ايه يا سناء؟ بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها صفر. طب ودي حاجة مضايقاك يعني؟ طبعا حاجة تضايقني، طبعا تضايقني، اما الحمسك حجة على العيل وذلهم ازاي يا عادل؟ جمعة جمعة جمعة، يظهر جمعة تاه في وسط الاسبوع باين. عادل عايزك في موضوع. ثانية واحدة بس اما اشوف عم جمعة ده. عادل خلاص، انا جون بابا مش قادره انا خالص، النور الاصفراتي في الاوضه بتاعتي دي انا مش شايفه ان انا بيه حاجه خالص. انا عايزاك تجيب لي فلوريسون كرواسون. ايه اللي انت عايزاه بدل؟ بص يا حماتي، المشكله مش في النور، المشكله في النظر، فممكن تعملي نظاره يعني عادي. مامي حبيبتي اهدي شويه كده بس، انا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي انت عايزاه. ابي عادل ايه ده، والنوت بطيء جدا يا ساتر. زقيه زقيه ومش هيحصل حاجه، هيسرع تاني. يو يا ابي، ممكن لو سمحت تنزل للواد حماده هارد تفرمطه، لان انا شاكه ان الواد ده ساحب واصله لحد تاني. واصله لحد تاني؟ لا، ده انا دافع له 25 جنيه في الشهر، انا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت انا عايزك في موضوع. الترزي يا عادل الترزي. لا يا عادل، الفلوريسون من فضلك. بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانية. بس حرام عليكم، حرام عليكم. عادل ده بتاعي انا، ما حدش يقرب له خالص. هو ايه هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه؟ ده جوزي انا، وانا عايزه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي، وفي حد حيشك عنه؟ اشبعي بيه باللي واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدماتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى اتنين مثلا؟ يا جماعه جيب مي تشانس تو كو ذا مان. بقول لك ايه يا بنتي، يلا نخش جوه. يلا يلا يا بنتي نخش جوه. يلا يلا. عادل الحمد لله دخلوا جوه، ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا يلا. اعمل ايه اعمل ايه، انا مش عارف ارض البيت ده ازاي، الطلبات طول الوقت. يا عادل يا عادل اعمل لكم ايه؟ يا بيبي يا حبيب قلبي هدي نفسك، انت شكلك راجع من الشغل تعبان، وبقى انت بترجع في البيت، بيتك يا قلبي لازم ترتاح. الله 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 الله، ايه الدلع ده كله، انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ ايه يا حيط قلبي انت يا عمري، يا قلبي انت جوزي يا حبيبي، اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي، هي الست كده واجبها الانساني والزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه. ساعات تخلعه. عادل اوعى تقول حاجه زي كده تاني، فاهمه يا هشام؟ ايه عادل انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص، ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغنى عني، ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح، انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامراه مطلقه. محكمه الاسره فتحت عينيكوا يا هانم. اثر ومن الاخر مس ارتواء. ايه ميس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي، ميس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه، عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان اليس في بلاد العجائب. اليس؟ انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها اليس؟ وبعدين اليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه، نعدي بنتنا؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام، دي حاجك دي يا استاذ، قولي انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خيري مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله، وامك واختك بره الحسبه. ها يا حبيبي الله يرحم، لما رضيت بيك كنت كحته وفقيره على الحديده. حديده؟ انا عمري ما كنت فقيره على الحديده، انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديده، لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسيه افكرك. هلا رمزي، عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول، احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعه حرف ميم وميداليه كره ارضيه، وفي خمسه اتسرقوا مني، وفي واحده واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسة تسرق؟ انت كل يوم حاجة تسرق وحاجة تضيع، وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دولة بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم اتنين وربع جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش،
في كده هو 15 قرش ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه دول؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه والاسكوبيد دي ب 15 سخ؟ 15 سخ الاستيوبيد استيوبيد ايه بس؟ استيو اسمها اسكوبيدو. الاسكوبيدو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه، اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دوله بقى ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني. ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك، ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود ده كل حاجه ولعت يا ابني، ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني تذكره الاتوبيس بقت بشيل، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش، أمال أنت فاكر إيه؟ الواحد مش عارف هيتجوز إزاي ولا هيكون نفسه إزاي؟ ده أنا ثروتي كلها كل ما أملك حطيته في المشروع بتاع الكرتونة اللي سلمتها لك أنت. دولا طب واللي يكبر لك المشروع دون يا عم تديله إيه بقى؟ بص يا دولا أنا ليك عندي لقمة عيش ملبن 100 100. بص ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى بص في ربع جنيه من 15 سنه. لا ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. 5 جنيه؟ ايه الجشع اللي انت بتتكلم بيه؟ وهنجيب ازاي بال 5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دوله، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه، والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة علشان الضرايب. يا ابني الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا أسمع بعدين، الضرايب دي مش هتسيب حد. بس أنت صح يالا. بص بقى يا دولة احنا بقى بما إن يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده ونجيب بقى إيه يعني بربع جنيه حرنكش على كتكوتين كده زغنطتين على دودتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص مدام كده كده فتحنا الكرتونة، إيه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة أنا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ هو أنت هتاكله ياد؟ وأنت بتاكل الميداليات وكل شوية تقول لي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. طلعها لك. ميدالية بخمس سنت. ميدالية بخمس سنت. ولا يا رمزي شعر مظبوط يالا؟ مظبوط ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي عايزين اتنين واحد نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده ما اعرفش ايه. وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب مطفشني مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله ما تطمني معاه يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص، انا اصلا يوم ما افكر اني انجح لو نفسي يعني انجح هنجح بكرامتي بالبرشام اللي بكتبه بتعبي بمجهودي. لكن هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول ان هو يبقى طموح. طبعا. سكند لازم يبقى مودرن. في سكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقولك ان هو يبقى بريليانت. ايه ده دي بتشتم؟ انت ايش فاهمك برنس؟ عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. ماشي ماشي. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام يا انسه يا استاذ. بص يالا البنات الثانوي دول ايه يا عم بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده؟ بس دي حلوه قوي 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 شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. انا رمزي شفت العيال القرانات دول يالا؟ دولا مش هما دولا تدولا اللي فرقعوا لنا الكوره واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب مشترك. بس انا بقى المره دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل انا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الاسود من 12 ل 3 يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسه بالظبط. ولو قايله لهم في البيت ان عندك مجموعه يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى. ايه ده ايه ده كابتن ده ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات. انت هتقفلها ليه يا كابتن؟ طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ انت بتهزر وبتغلط بقى.
وانا اعمل لك ايه يعني؟ وانا اللي موتت ابوك؟ ايوه وبعدين هو يغلط براحته بقى، وبعدين فين يا دي انت وهو الكره الكفر بتاعتنا؟ من ساعه ما دستوا عليها بالعربيه ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكره الكفر حصل لها ايه؟ بس يالا بس يالا ما بص ما تهيفش القضيه، هيعملوا ايه؟ يعني هياخدوا الكره يودوها القصر العيني؟ بس والله باين لكم شكلكم عيال هبله وعايزين تاخدوا على دماغكم، وبعدين انت مالك نعاكسها ما نعاكسهاش؟ هي صاحبه الشقه اللي اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي رانيا، ايه اللي بتقوليه ده؟ شكلهم عيال سيع. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. ومادام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك يا امور، ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما، زمان احمد زكي خلص جري. الله الله الله، ولا انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك امال. نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ يا ما طحنت ناس كتير جدا علشانك، يا ما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا، ده انا لدرجه ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني انا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك انا خسرت جيل الثمانينات كله بسبب الجيل الثمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل، ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت اسفة بالعافية اعرف اخد لك ميعاد من مامي. الحاحي؟ الحاح انا؟ يا سلام. لا يا هانم، ان كنت ناسية افكري. ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا ميدالية. وميدالية خشب، الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام، انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم، وبقى عندي كاسه دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجيبس بقى وليله. بس بمناسبه ايه يعني الهديه دي؟ بمناسبه مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعى تقولي الكلمه دي تاني، مشينا مع بعض. انت مش ماشيه معايا يا ماما، انت ماشيه جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبتي من المشي ممكن تريحي يا عادل؟ لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانيه ونودع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزه تنهي العلاقه براحتك، عايزه تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس. جالك عريس؟ اهم حاجه سالته عليه كويس، لان مش معقوله بعد ما تكوني ماشيه مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. هو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تتضر لعلمك يعني. عادل لو سمحت انا عايزك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بصي يا رانيا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي لان انا مشروع شاعر كبير، مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني لعلمك. يا عادل يا حبيبي يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26 ونص عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه؟ اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه الثانيه، الواحد متجوز باين 3 وربع ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه؟ تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجع لي 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل. وطبعا استخدمتي كل الحيل الممكنه والغير ممكنه للوصول ليا يا هانم. ها انا استخدمت ذكائي كانثى. ذكائك كانثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحده زي ده. انا لولا اقنعت مامي بالعافيه كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحده. انا لا يا هانم، لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه. خالص يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما جرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح، وان كنت مش عارف اعرفك. بطلي دوشه يا نجلاء، عايز اكلم اختك. المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيله بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيله. ما تتكلم وتقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انت مقري فتحه بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه، اكبر واحد بتاع النودلز في مصر.
مامي يو نو فيري ويل ان انا ما بحبش النودلز. ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز صاحب ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايبهولي ده اللي عنده كاسات دبل، انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس يا مامي. يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واحد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ اي سيد نو نو. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي رميا بالرصاص في ميدان عامها. ما تقول حاجة عبد الستار. والله أنا محتار. يا حبيبتي من فضلك أنت لازم تمسكي نفسك أرجوكي. كل الناس مرت بالحب الأول ده ما عدا أنا اللي دبست مع أبوكي طول السنين دي. وبعدين عايزة أقول لك حاجة، لو أنت اتجوزتي شحاتة هتفضلي طول عمرك شحاتة، أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ وبعدين عايزة أقول لك حاجة، من هنا ورايح مفيش أي خروج غير بإذن. أفهم من كده إن أنا في حظر تجول على مشاعري وإني محطوطة تحت الميكروسكوب؟ أوكي، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقول حاجه عبد الستار. والله انا محتار. يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه، اما لو اخلاقها وحشه هتبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه. انت مالك انت يا سناء، انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي، ده كوني ستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتم مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى. ماما كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضيه عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما اف. والله انا محتار. ايه ده الريحه المكمكمه دي؟ ماما 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 ريحه بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحه زفت. بعدين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسه؟ عروسه؟ عروسه ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكو وانتوا مين وجايين منين، واذا كان المستوى بتاعكو زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا. انا مش شايفه اي مستوى. ايه الالوان دي وايه الفش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟ ايه ده؟ ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك، علشان انت ما تعرفيش انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا، زي ما تقولي السهل الممتع. ها؟ ولا ايه يا عبد الستار؟ والله انا محتار. واضح ان الاستاذ عبد الستار على طول محتار. انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا كده زي ما عايشه هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكور المانيكور لازم يقولها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص، لازم يكون في شوفير، لازم يكون في سنترال هيتنج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك بالنسبه للكوافير والباديكور والمانيكور وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف ان انا قاعدين هنا في بيت 250 متر، في 2 سال دو بان، في كل الكماليتات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك، انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت يعني لوحدينا يعني. كيا ديسا، ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. ها؟ طبعا طبعا. ايه طلباتكو بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقه 300 متر، لازم يكون فيها 3 سال دو بان، لازم يكون فيها كيتشن كبير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه طباخ، يكون فيه كاميريرا، يكون فيه ناس بتاعه المساج، الباديكوريست والمانيكوريست فندها هنا في البيت. ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجوده هنا تكون من انتيك. ها ارجوك حيلك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دو بان. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزة. يا سناء انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة. طب كوعة يا اخويا كوعة، 3 سال دو بان. حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله هستلف، يعني قصدي هتصرف يعني
ان شاء الله حتى ابيع كاسة الضب الاحمر بتاعي. هديت الواد اتبطيتي؟ ادي نوم بطة دي. بقول لك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانانا، انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسه الاول نشوف اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جيم اكسكيوز، معلش انا بنتي لسه جايه من ماتش تنس دلوقتي وطريفة تيجي فطلعت تعمل ان سيستا. ايه رايك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. ونسوار ازيك؟ دوس مون شيري دوس مون فيان فيان. جوعة خالص يا ماما، جوعة من سابع دور عادي شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانتي ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليك تعشي واحده عره زي دي؟ انتي عندك بيتك. الحمد لله ابوك مسدتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليكي طبعا يا رانيا ومبروك لينا جميعا. وحد بقى سمعنا زغروت يا اخوانا، وعقبالك كده هو يا نجلاء. مراهقة تافهة هتلبس الفستان الابيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس الفستان البدلة السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحة. يا ابني اصلا انا عروسة لقطة. طب ما انا برضو لقطة، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل، من الاخر يا حبيبي انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي ماشي، لعلمك انا الاول صعبت عليك، لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل عادل خلصني يا عادل، من الاخر هتجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بص يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي، يا ناس مل عليك، يا ناس مل عليك، هتجيبيني فستان يا حلوة يا قمرة. لا مش هينفع بقى، أهم حاجة أجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين أنهي؟ اللي هو بتاع الحفلة التنكرية. يا عم تولع الحفلة التنكرية مش مهم يا عادل، البنت إيه المهم؟ أنت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتري لي بيها فستان السهرة؟ أنا بفكر صراحة يعني أبيع الكاسة الأحمر الدبل، فاكراه ولا فكرك؟